قد يعتبر البعض منكم مشاهدة فيلم أنمي تصل مدة عرضه ما يقارب الساعتين شيئاً مجهراً وممللاً، لكن في بعض الأحيان سرعان ما يتولد لدى المشاهد شعوراً بالفضول ورغبة لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث وكيف ستكون نهايتها. Colorful هو فيلم أنمي يتميز ببداية بطيئة نوعاً ما، لكن وبعد مضي 30 دقيقة من مشاهدته لن تتوقف حتماً. يصور لنا هذا الفيلم عالم الأموات وكأنه محطة قطارات تأخذك إلى رحلة لا عودة. بطلنا لم يحظى بفرصة السفر الأبدية هذه بعد أن أوقفه فتى صغير اسمه بورا بورا، يعلمه بأنه قد منح فرصة ثانية للتكفير عن ذنبه، غير أنه لن يعود للحياة في جسده هذا، وإنما سيمنح وعاء واسما مختلفين ليعيش حياة شخص آخر. تنتقل روحه مرغمة إلى جسد شخص يدعى ماكوتو كوباياشي، ماكوتو ذو الرابعة عشر ربيعا، قد أقبل على الانتحار لسبب ما، وقد تقررت وفاته بعد يومين من الحادث، غير أنه سيكمل مسيرة حياته بعد انتقال الروح الجديدة واستقرارها في جسده. ليبدأ التساؤل هنا عن كيف ستتمكن هذه الروح من الاندماج مع شخصية ماكوتو، وما الأسباب التي دفعت بهذا الأخير إلى الانتحار، وهل سيتمكن هذا المجهول من تحسين صورة ماكوتو في المجتمع؟ هذا الفيلم هو من إنتاج شركة سانرايز، وهي من أكبر وأشهر استوديوهات الأنيميشن في اليابان. اشتهرت بالعديد من الأنميات المعروفة والأصلية ككوبوي بيبوب، كود جياس، وورد أكسل، إينوياشا وغيرها. يتناول أنمي كولورفول مواضيع اجتماعية تتعلق بالضغوطات التي يتعرض لها الطلاب في المدارس ومواجهتهم لظروف عائلية صعبة. معظم الخلفيات والصور في الفيلم مصممة بشكل يبدو واقعياً ومميزاً، كما تتميز الموسيقى الخلفية بالتنوع، وهي معدة لتتناسب مع مختلف الأحداث ولتصطحب المشاهد في دوامة من المشاعر، ولربما يجعل من إحداها رنة مميزة لهاتفه. Colorful أو كوروفورو مغامرة تستحق المتابعة وتلخص عبرة تغوص بك في عمق الخيال الذي يجعل الروح تلتئم مع الجسد بعد مفارقته، لتصل بك إلى نهاية رائعة ستجعلك راضياً دون شك بعد مشاهدة هذا الفيلم، ولا نظن أنك ستندم على انقضاء هذه الساعتين في ذلك. متابعة ممتعة. شيهايا فورو هو واحد من أنميات